لك يا خواجه انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره قال اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري الكشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى، ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتنا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها وانا وانت. اكس على بره انت بس قريب يا بنت، ما تلاقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه يا وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس. هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. خلاص استراحة قصيرة. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالى اقعد استراحة يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا اتضربت ضرب. خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 شاي في كوباية كبيرة وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟
حاجه بسيطه استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقى في ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهم. شفت الحظ؟ حظ زفت ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه. انا عارف. اخ تبين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تقتل هم اي حاجه لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. ودي للبقف. اتفضل يا بقف. تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. اتفضل. اصل هنا محدش يفتح بقه. الجلسه خدت جامد. حاضر حاضر. مع السلامة. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقة يا رمضان. حقيقة ايه؟ هو احنا اللي حاسين نزيده. اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقة كلها يا رمضان. خلاص احنا ما كناش نايمين وقبضنا على 2 متهمين من العصابة اللي سرقت الفلوس، البشبيش محمد عبد الحميد وشحات علي السيد، واعترفوا بالكامل بالجريمة وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتية لخروجك من السجن لحين اعادة محاكمتك وحصولك على البراءة. هو ايه قصده دي؟ الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتت ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرامي. حرامي ابن حرامي. الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه، وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي. وعلى راي المثل بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه، الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمله الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا. اعمل معروف وحياه ولاد. بلاش كلام كتير افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله. ياخد مين؟ يا سعاده البيه انا حرام. حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت والتلوث كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي. حرامي لسه اعلاني مختلس. هي البراءه بالعربي ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي. انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت. انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي
بشوش. انا بشوش؟ ايوه بشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدهف اللي معاه اكلوا لي الشاورما؟ انا عارف لك بقى اهو اخلوك المقلب السوخ. خلوا مني الليمون واكلوا لي الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوا لي الشاورما. فاهم الليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساتري. وابن الكلب الهلوتي ده اجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ معاه اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من انا ده يا دي؟ لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها هناء. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها هناء ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسبني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان ترقص. ماما ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومة دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن أنا هجيبه. إن شاء الله هجيبه. ألا أقول لو عوزتك أجيبك من إيه؟ إحنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة إيه؟ البقر. البقر؟ فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حرف الكلب ناصة الليتي. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك في رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. العجوه يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوه. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوه. طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عينيا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي عليا هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ سيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكم. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ.
هاتي فلوس اختي والبحيه. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياه عجوة. ايه عجوة؟ الحياه عجوة. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. تجري عليها الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نوري. اي والله نوري، الواحد يتكلم الصراحه نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبه للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ قال الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا، ساعتها نطلع المتدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجند يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حمات الحلوة دي. من عينيا يا ابني. بس منين؟ أنا كنت سامع إن أنت عندك نص فدان، ما تبيعيه. أبيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقة غير الفلامنكو ده. ما أنا دلوقتي لما أفتح مكتب وأشتغل في التجارة، ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزة. آه يا لئيم أنت يا لئيم. مش كده؟ قلت إيه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الأرض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي أزواجا وأفرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا، شقتي مكتب؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه. لغاية دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم. يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟
دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم، انت مين؟ ده رمضان صاحبي، هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي، ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجه وهقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوه قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. وكله تمام تمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا، سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. ايه؟ تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو بقى هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. مساء. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال 1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بكرر اسف. حقيقي. اتفضل يا سيدي. ادي ال 1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. رايح فين يا حنيه؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمه. اكل ايه يا وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله؟ كل كمان هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى. نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش لهمك معايا. هتشيل لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. رمضان بيه.
عم سويلة. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضية تمويل. طول عمرك دمك باين عسل. انا جايب لك شوية بقالة حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمة الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكرة حلوة. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف. هتبقى حلوة وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من هف اللي انت هفه. من هف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقة من اللي انت سارقه. صدقة؟ الصدقة ما تجوز الا من المال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهدية دي. يا اخويا فيه هدية دي؟ لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقة بلا مزيكا بلا غنى بلا يحظى. يلا على رأيك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. بالكمبيوتر دلوقتي مش بنفر وجاز نبيري. ده انت بلوم سيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايه استقيل؟ اشتغل في الكندا من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك فراخ وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت علق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوزين مني مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش فايده. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعدة متكلفة برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت دابتك للدفاع عنها. صمينا الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليك. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس، القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجوه حاوله بلحم طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. اقعد. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشده مع امثاله ليكون عبره لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبره لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسة. كمان اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد باع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني.
ايه الكلام ده؟ انت هتعملي لي فيها يوسف وابي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ربع الجزاء. يا حرام يا احلى العالم، انا باخلالي باخلال رسم على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حره وعاشت مصر حره، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوه، ما تخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك. استنيني، خدي بالك منها يا ام علي. فعليا بالعكس يا اخويا قاسم وقتل. منين يا حسره منين؟ مثلك انت، مثلك قلبي معاك يا استاذ رمضان. طيب قلبك على روحك انت، انا كويس مش دعوه خالص. يلا يا شاويش يا ضيختي يلا. خش يا مسؤول. قال لا، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زباده المجتمع. اسمك ايه؟ ايه يا دي؟ مش عاجبك يا؟ قال لا، هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله، بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص على ايه؟ انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت.
اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب وإصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنة دي منين؟ ايه؟ أصل أنا عندي زيها. ايه؟ أصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما أقدرش، ده قرار من السادة المحافظ. أنا ما عنديش محافظ. بسم الله. عشت الله يخليك، قلت لي اسمك ايه؟ وهاب. وهاب. وهاب ايه؟ حد اسمه وهاب. لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. اروح استقاله جدع. تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذة. حلو، تسميها حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ هتنس. تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. فاهم مخصوص لقصة لصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لأسطى الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لأسطى الحرامية، وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوة. من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. اللز والفستق بتقرقش واحنا بنتغدى حرنكش. واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين مية المية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين مية المية.
سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف هفاف ضربوه بيخاف بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية فاضية 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 وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة 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 في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة 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 في صنعتنا دول عالم سكة السكاك السك واحد دول شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس صوانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير. انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليه لك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليه لك ويخليك ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاتي. شكرا يا صاحبي. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني أنت وأنت فقير وزق وأنت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه لموضوعنا. لا ما تخافش يا لوتي، السيل اتدفعت في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على المطول ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريبش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفتري بقى؟ اعوذ بالله نفتري؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف. أنا ساحي يا جدع. أنت أحلى ساحي يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسعى أنت وجبنا إزازة مليانة. لسه جد؟ عينيا. خد فلوس وانزل اشتري إن شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس إيه؟ يا جدع خد. يا عم ده أنا. يا ابني فلوس كتير هنوديها فين؟ يا عم أنا جدع ده من بجربان. هيقول لي خد فلوس خد فلوس. اجمل يا بشبيش اجمل. الله. امسك نفسك. عرفتني يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرح فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونوس. اهلا يا نورة حلوه. عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اساعدك. ما هو علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده.
بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب خدي ورقه مسحها بيها دموعك. لا تعبر مسحت دموعك. تعالي نلتقي في قبله شنيعه. قبله شنيعه. اتفضل البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا سعد صلاح. اقدم لكم العيله وعيله العيله. اتكلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حلاوه. سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايه انا ويا رجالي. ايدي يا دادا يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. لا مؤاخذه هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني نجيب سجاير ولا ايه؟ دي حاجة تضايق الحرية. عاجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ند للناس وش أكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكك، أحسن أنسى كنا بنقول إيه. ده مؤاخذة، نسيت أسأل عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد منين مفتاح للشارع. ايوه. مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل. قول تقول له. هو انا عامل دور خلاص. ايوه انا مفاتيح. والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموض. والله المستعجل هو اللي يجري يجيب بقى. وانا احنا حضرين عنوكو. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده. والله العظيم لو وريت لو ايه ايه يا وريني. تحب تتشايف ولا تموت؟
فين يا عروستنا يا حلوه؟ هروح لماما يا استاذ عبد السلام. ومش عيب برضو تسيبي البيت علشان شويه زعل فاضيين؟ وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرا افكارك، ومن شنطه هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائله، ورحت النهارده الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفه ان ظروف الحياه مش سهله، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقه وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينه اما تعرف ان بنتها الوحيده مش سعيده في حياتها؟ خصوصا وانت عارفه ان ماما ست رقيقه قد ايه، وانسانه قد ايه، وظريفه قد ايه. عندك حق، كفايه انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنه بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتاكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العب، يلا مع السلامه. بقول ايه؟ هي ماما مش جايه عندكم قريب؟ هي ايه الحكايه؟ خبطي جامد انت نايمه. انا بقالي ربع ساعه عماله اخبط، محدش جوه. يبقى اكيد محدش جوه. يعني حد على مشوار تاني. في حاجه اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدله يا ستي، انت عايزه اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما تنزل. حضرتك فاتنا هنا؟ في اخر دور وصاحبتها كمان. هاتي. يبقى كتر الف خير. مع السلامه. سلام. عليك يا حبيبي، طول عمرك شاهد. طب يلا تعالى خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى كل لحمه امبارح. ما تخافش يا حمادتي، اطمن. يا نهار اسود حمادتي، انت بتدلعيني كمان. وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت. انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات، تاكسيات، وفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟
امال انت هتشتغل ايه؟ جدي وعجبني اتمرني في اسبوع. الحقيني يا ام احمد. انت حد مسلطك عليا؟ رقصة. اقول لهم ايه؟ انا هكمل رقصة. البنت عارفين اللي بيكسروها. رقصة. انا متجوز. متجوز رقصة. خير يا ابراهيم افندم. ايه يا عم سيد صباح الخير. الاستاذ احمد وانت محاميه من الساعه 7. يا ساتر الاستاذ احمد ده بيكلمني. تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا صاحبي. ايه يعني ايه؟ قضيت النفق مش النهارده؟ ايوه صاحبي بس لسه الساعه 7 ونص. يعني عايز انا متاخر عشان يحصل لو حصل المره اللي فاتت؟ معاك حق يا صاحبي. دي المطلقه دي خفيته بنت ما تعرفش يا ام الحميد. قول لي يا رب ايه يا صاحبي؟ تقبل مراتك تشتغل رقاصه؟ هو انا لو قبلت حد يرضى يشغلها سعاده بيه؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض انها لسه شابه وصغيره تقبل؟ على جثتي يا بيه. انما قول لي حضرتك بتسال ليه؟ لا اصل واحد صاحبي مراته عازت الشهر رقاصه. اسمح لي ده راجل هزر وعجيب الرجوله كمان. ما تلم الدار يا جدع. تلم صاحبي ايه؟ ما تلم صاحبي. ما هو يا سعادة بيه ما في صوت محترم يجمع على نفسه كده. يعني هو كان نيل واقف يا سعادة بيه مجرد انها تدخل في موضوع زي ده يبقى زوم تافه وكان لازم يسيح دفاها ويجي لحضرتك عشان تترفع عنه. انت اللي بقى يا سعادة بيه. اتفضل يا جدع اقعد بقى. لو واحد متجوز من مده قريبه وحب يطلق مراته مش تبقى فضيحه قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعاده البي على سبب الطلاق. انما قول لي سعادتك بتسال ليه؟ لا اصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرى لهم ايه يا سعاده البي؟ دول لا مؤاخذه عر قوي. انت ما بتحبش كده ليه؟ انا عايز بقى انت مالك انت؟ مالك انت ولا اصحابك؟ ايوه سعاده البي بس اجري تاني. قول لي يا ابراهيم. 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 الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. متصوريش حضرتك وحشاني قد ايه. ميرسي يا استاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعه؟ في ايه؟ نوال يا سيدي زعلانه مع احمد. برضه قلت المنطق. انا مش اترجيتك انك ما تجيبلهاش سيره وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. اصل الحكايه اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لبوسها انها تشتغل رقاصه؟ ايه؟ رقصة؟ رقصة من ال ايوه تصور انا كنت عايزه اساعده في مصروف البيت ثم جارتنا دي ما هي رقاصة مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربية وليه كل ما اكلمه كلمة والتانية يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبة الرأي والنهي في بيتها؟ انا دلوقتي فهمت بقى. فهمت ايه؟ يا نوال يا بنتي انا اكبر منك سنا واعرف الدنيا اكتر منك. واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. اما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فانا بقول لك انها ما تقدرش تكح قدام جوزها. واذا ما كنتيش مصدقه انا مستعد اوريكي ده بنفسك. وشقه 8
ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي، الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش ان انا ساكن في البيت من سنين واعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسال عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق انه يلاقي سكن يسكن فيه، انما ده ما يمنعش ان الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد ياثر عليه. ياما في ناس غاويه تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليهم. وانا كنت هعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتصرف في علاقته مع الناس، خصوصا مع جيرانه. على العموم يا جماعه، الحمد لله ان الحاجات دي حصلت في الاول، علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعاده وهناء. ويا ريت حضرتك تروحي دلوقتي، علشان لما احمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها، وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لاصله. عندك حق يا استاذ عبد السلام، احمد مش لازم يعرف ابدا ان انا عرفت. خليه يحس انك انت اللي مقتنعه برايه. اتفضلي اتفضلي، اوصلك يا اعظم سيده على ظهر هذا الكوكب. مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ عبد السلام. اتعب نفسي واسيبك تروحي بالليل لوحدك؟ بس يعني ما فيهاش حاجه يا ماما. ما فيهاش حاجه يا ماما. يا هانم، انا مستعد اقضي بقيه عمري في خدمتك. الكلام ده كتير قوي يا استاذ عبد السلام. ولا كتير ولا حاجه. نوال هانم، هو اسبوع العسل قضيته في اني اوتيل في مينا هاوس، وكان كويس هايل. طيب على العموم، اذا ما ظهرناش انا ووالدتك لحد بكره هتلاقونا هناك. ايه الكلام ده يا استاذ عبد السلام؟ ده اقل ما يجب. انت الاسانسير ده بقى يتصلح، مش معقول. اي رجلي. سلامتك الف سلامة ان شاء الله. انا رجلي يا استاذ عبد السلام، انا هتصرف حالا. وريني كده. خارجين من باب البيت رجلها التانت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي، حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لما ماما وقعت حاولت اشيلها من ايدي، تصوري ما قدرتش، خطوة والتانية ولقيت نفسي راح. يخص عليك يا زمن.
نهايته. ايه اخبار احمد؟ طمنيني، مش كله تمام؟ ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبة. اجي معاك، عايز اشوف ماما. لا خليك انت هنا، يمكن احمد يجي وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجودة وانا هبقى اطمنك عليها. انت ومراتك اللي عاجبني في العمارة دي كلها، تعالوا مختصرين، لا بتكلموا حد ولا حد بيكلمكم، ولا بتزوروا حد ولا حد بيزوركم. يا صاحبي روحوا. هو انا فاكر ان انتوا في حالكم، ده طلع مش بكفوا. يا فندم انا ابقى مرات الست اللي فوق، يعني الست اللي فوق قصدي اقول هي انا ابقى مرات يعني جوز الست اللي فوق اللي مرات فوق. مش مهم عايز ايه؟ انا جاي عشان اقول لك ان الست مراتك. ايوه هي دي، خرب البيت بنصايحها اللي اديتها لمراتي. هي بركتها وصلتكم. وكون في علمكم انا محامي وهرفع عليكم قضيه، هطالبك بمؤخر الجواز وسنه نفقه علشان انتوا السبب في الطلاق، وربنا يخرب بيت اللي خرب بيتي. انتي ما بطلتيش عمالك السودة دي. يا برودك يا حد مخلف عيال زي دول ويجي له نوم؟ مش قادر تعمل على مراتك وعيالك شويه انضباط؟ انت مين يا فندم انت؟ حد يخلف عيال تاكل الموز في قشره؟ امال دول لما هيكبروا هياكلوا ايه؟ وانت مالك يا مالك؟ انا اللي متجوز وانا اللي بخلف. ما انت تخلف وانا اشيل همهم ياكلوا الموز بتاعك. نبويه نبويه تعجبي ايه الفلوه اللي شايلها دي؟ نبويه ازيك يا نبويه؟ عليا النعمه، ما حد هيجيب دارك ويخرب بيتك غير الولاية اللي اسمها نبوية دي. حد يبقى كده؟ ده انت عندك 30 سنة وتدي 80 سنة يا راجل. ده انا هخلي نهارك اسود، انا عاوز اعرف ده ايه اللي جابه هنا؟ بدل ما تاخدي مراتي ترقصيها، ترقصينا انا، انا اعرف اهز كويس قوي. مش دي العدة بتاعتكم؟ اهو. فين النقطة؟ طب اتفضل اطلع لمراتك فوق وانا هطلع نقطة. اه بس اتنقلتني نقطة نقطة زي يا حنفية. مع يا ولاد من هنا ورايح يا تشتركوا غسالة يا تقعدوا بهدومكم وسخة، مش تنضفوا على حساب العالم الغلابة. الله انت مجنونة يا جدعتة ولا ايه؟ انت اللي مجنونة وستي المجنونة، بتفتري على العالم ليه؟ ثم بتضربيها بالدماغ ليه؟ محدش عنده دماغ غيرك يعني؟ احمد حبيبي شغلتني عليك. اوعيد انا مش احمد ومش حبيبي، انت تبقي مين انت؟ حبيبي انا نوال. نوال مين؟ الرقاصه؟ انت نوال الرقاصه؟ لا انت شقه 8. نوال فين؟ لازم عند عبد السلام الدمنهوري، انا اروح اطب عليهم. عبد السلام ده منهوري. انا وين؟ عبد السلام ده منهوري. انا وين؟ احمد ارجع يا احمد ارجع. ابعد عني. عبد السلام ده منهوري. نفسي ومنعيني كل يوم الصبح
اقبل السلمه اللي شنكلتك وخلتني اقضي جنبك اجمل ايام عمري. استاذ عبد السلام ارجوك بلاش الكلام ده. مش بايدي يا هانم، خلاص ما بقتش قادر اكتم واخبي بعد عذاب الحب مفضي. وبعدين يا استاذ عبد السلام ضغط يولد الانفجار. نواف بقى استاذ عامل قوله من رب رحيم. نواف فوق يا اخي. نواف مش فوق، نواف بره. انتوا بتعملوا ايه؟ نواف 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 هو مال؟ الله اعلم. احمد انت بتعملوا ايه؟ ما احمد فين؟ احمد خرج خرج. احمد استنى يا احمد. احمد هي مالها؟ الله اعلم. هو من هنا يا استاذ، احنا وراه مسافر طويل. من هنا يا هو في العماره. مش معقول. قرب يا ابني. انتوا بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه بقى الناس دي كلها. عارف الباب السري بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنة ابدا. وانا الان يلا نشوف بيعملوا ايه. احمد محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا جيران. نوال مش كده ابدا، ثم انا مش متجوز الجيران، انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي، ما بقاش في جيران، بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين وبالطريقه اللي تسعدنا من غير ما حد يدخل فيها. والولايه اللي اسمها عنايات ملناش دعوه بيها. وكوثر وديدي وبقيه العماره ليهم حياتهم ولينا حياتنا. نوال كنت فين يا نوال؟ حبيب قلبي تعالى. هو ده اللي فتح لي دماغي يا استاذ. اسجن هولي سايقه عليك النبي. حاسب هو ده اللي نط على سريري يا فندي. يا جماعه يا جماعه مش كده. مش كده الكلام اللي بتعملوه ده. ايه ده؟ سيبوهم، هما دلوقتي في لحظه من اجمل لحظات الحب. قطع عني الخلف يا عبد السلام. احسن نهايته. يلا يا ست جمالات يلا. تعالي. بمناسبه الخلف، ايه رايك بعد الجواز استاذ عبد السلام؟ يا سلام على الناس الكمل لما تنكسف. بالمناسبه دي انا عازمك الليله دي على فيلم فرنساوي اسمه امبيانس. مكسوف كده ليه في شعر العسل؟ احمد يا حبيبي، ايه رايك لو اشتغل ممثله؟ ممثله؟ استنوا. صباح الخير. صباح النور. أنا جارتك ساكنة هنا في العمارة. أهلا وسهلا. أنا مكسوفة من حضرتك جدا، وخصوصا دي أول مرة نتعرف على بعض فيها. لا أبدا، دي فرصة سعيدة أوي. أصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مرة قالوا ما عندناش أنابيب. ولطفي جوزي عامل عزومة لناس أصحابه، قلت أجي أطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. أهلا وسهلا. براحتك. جبت السام يا ريت؟ عندي هدم النبي يا ستي. طب انزلي جاري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي. ألاقي عند حضرتك معلقة سمنة. جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ستي. طب انزلي جارية هات البصل والثوم. أنا تعبت قوي بقى يا ستي. أخ منك. بقول لحضرتك إيه؟ أيوه. بلاقيش عندك شوية بصل وثوم. يا دي الكسوف كده، من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي حوزه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك.
الكسوف كده اول مره واخد منك اللحمه، لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. ده واد انتهو لمؤاخذه يا استاذ. لا معلش، جت سليمه مغلبني والنبي. هو حضرتك عايز تسال يا جاي؟ انا مش عايز شقه، انا ساكن في الدور الاحداني. اه الانفتوح. اهلا وسهلا، منور. شكرا. في ده خلي بالك منهم شويه لانهم الظاهر عليهم تشكيل. ايه يا واد انتهو؟ سيب الموز، سيب الموز. انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين. طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. ايه يا واد موزه؟ ايه ده؟ موزه. ده وضع بطنكم. يلا. انا مش شايف. كل نفسهم فيه. تعالي هنا، تعالي هنا، شغل فوق ده ملك عملت هنا، انت فاهمة؟ ما دام قعدت على نفسي لازم يطلع زي الفل. معلش، ولا فاكرة نفسك بتشتغلي عندي، عند مين يعني؟ ها؟ تعالي يا بابا. مالك؟ بنت مالك؟ مالك يا حبيبي؟ مش مهم مالي. المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي اتصور، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ عينيها جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين، بوتاجازهم خلص، قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. اشربت، ما بقتش عارفه اقول ايه. انت بتعملي حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوة بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات رحماك من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفهوش. ثانيا لو فرضوا قبلت في عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ وده العمليه تبقى سفلقه يعني. خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزام منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها
العالم هيخلص ما عندهاش دم. واحد من دول لما يقع في قضية يفضل يخص أفعال المحامي اللي ده حلال لحد ما ينشف فيه ويجي هنا يعمل أبو علي. لكن إن شاء الله هنشوف بالفلوس دي في نار جهنم ما هيلاقوا حد يترافع عنه مهما دفع. المهم إن دي بتروح آخر الليل ومليانة فلوس. هي كمان هتشوي في نار جهنم زي الكباب اللي أكلهن عبد السلام. وهيسقسقوها في سزوك بشربونة. تضحك على إيه؟ حبيبي تخيلتها في جهنم وهما بيقدموها في السيخ والنار طالعة منها. جوزك لسه داخله على قد ما تشتغلي وتساعديه. قلت له قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي يظهر انه مركز على الخالق وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدى؟ لكن ما دام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه احنا دي نسخت اوراق القضيه كلها ساعات. ايوه قبل دي احمد بيه ساعات بيه. ايوه ده انت رحت بعيد. طب ساعات بيه الصراحه في قضيه جديده شغلاك ساعات بيه. قضيه انا ومراتي يا فندم. انت ومرات ساعتك؟ ده انتوا لسه بتعصيهم يا فندم. الست مش عايزه تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال ايه الاستقلال التام او الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعاده البيت. انتوا مش بتقولوا انكم اجرتوا شقه مفروشه يا سعاده البيت؟ دي شارع يا فندم مش شقه.
خسارة تبقى أنت نايم أنت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي بيعدي في الشقة ده تحت الليل؟ عبد السلام. ده مسخرة. مين عبد السلام ده؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا وأنا ركبته حتى سعد البيت. ولا دور السادس شهر 19. مالي الرخبة شهر 19. هز يا وز. كده دولارات، كده استرليني. بقت صاحبتنا قوي بقى، شوف المصيبة. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس، مخلفين دستة عيال، وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بنصية كوم تاني. يا سيدي، إيه الكلام ده يا سعد؟ أنا يا سيد مراتي ضرب الصحوبية مع نص سكان العمارة في أول يوم، وكملت على العمارة كلها في أسبوع. يا سعادة بيه يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاوية الاختلاط ود 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 يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك بيتباع. النمليه الجديده. نوال نوال بس دي مامتهم مأمنة عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من السكات. أدي عادي. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. انت في حد مصلاتك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. يا عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا، مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ ما عارف، اسالي بنتك، هي اللي مسؤولة عن العلاقات العامة والإدارة الداخلية. أنت جبت البتاعة دي منين؟ إيه؟ مش دي بتاعة ال أنا الآخر بقول الدنيا منورة كده ليه؟ ميرسي يا أستاذ عبد السلام ده بوجودك. والله يا فوزية هانم، طلّاه شيء إلهي وشوشني في قلبي وقال لي فط نط اطلع فوق، أتاريكي هنا وأنا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فط نط اطلعي فوق، أتاريك هنا وأنا مش عارفة. الله أكبر الله أكبر. فوزية هانم، إحنا أكيد فينا شيء. طيب أستأذن أنا بقى. ليه؟ ليه؟ مو بس معلش، عشان عندي مشاوير كتير ألحق أعملها. فوزية هانم. نعم. إخواتي وولاد إخواتي وولاد ولاد إخواتي والعيلة كلها جاية من البلد بعد كام يوم، فإذا سمحتي لي أبقى أعرفهم بسيادتك.
قوي قوي يا استاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصور حضرتك ان انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا. ده بشهر عليك مش عارفه انام. انا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمه واحده، ده راجل ورعبان، انا مش مستريح. ليه بس يا حماده؟ حماده ايه ونيله ايه؟ ما انت شايفه ست والدتك بقت عامله ازاي؟ خلت تصرفاتها بقت ازاي؟ بتلبس ولاعه في صدرها دلوقتي. ارجوك ما تعبش في ماما، كفايه انها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها واستحملت عشان تربيني، واظن دلوقتي من حقها انها تعيش وتتجوز بدل ما يعاش لوحدها من يوم ما سبتها. لا انا ما قلتش لا، بس تتجوز راجل محترم. وهو الاستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز عبد السلام افندي بتاعكم ده؟ راجل كل حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقولك ايه؟ روحوا ايه لوالدتك؟ احمد بيقولك بكره تندم يا جميل. وبعدين يا استاذ، كل الشهود بيشهدوا على اخويا، وانا مش مستريح للقضيه. طمن يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع زمانه. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وصيه. ربنا يديك الصحه وفصحة لسان يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخره الاتعاب، لاني هكسبها يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. بقول ايه يا سعاده البيت؟ انا بقالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم، انت مش شايفني انا بقول للراجل يحضر لنا مؤخر الالعاب بكره؟ ايوه يا سعاده البيت سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر اللي قدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، ده كل لحمه مسميه عادي. انا رميتك عادي. شوف الموضوع ده ايه وعلقه يا واد، انا مستنيك وقت ما تعلق. اعتبر وتعلق يا سعد. اديني الحال يا رب العيال من عندي. يا ناس مش كده خالص، كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ طب يكون بعلمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش جدا يا استاذ. اسكت بقول لك. اسكت. انت دلوقتي في حمايه القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. الله يخليك ويطول عمرك. انت لسه سمعت حاجه؟ اتفضلي، ده انا هجرجرهولك على المحاكم. يلا يا اخويا طول بالك. وليه تعينك كمان؟ ايه يا ابراهيم يا فندم؟ خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سمعه، قضيه نفقه او طلاق مع بعض. والست هتيجي المكتب بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ نتيجة يا أستاذ مركزي. أصل أنت عارف الحالة ناشفة أوي من دول. يا سلام يا سعادة البيت، على فكرة يا سعادة البيت، مفيش كسوف ولا حاجة. أحمد بيقول معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وأنا جنيه. ماشي يا بريبة. بقول لي يا خير، خليك أنت نص وأنا جنون نص عشان بعول الأطفال الأبرياء. طيب. بس يبقى خليك فاكرها يا إبراهيم أفندم. ايه في مفاجأة حلوة. أمي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك إيه يعني؟ بهزر يا أخي. تعالى. بص وقول لي رأيك إيه؟ النهارده شفت بقى مراتك شاطره ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك. وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس اللي في 2 جنيه الوكيل بتاعي بيقول لي مستقبل المحامين.
ايه ده يا حبيبي؟ بدا خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟ بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه؟ يلا. ظفر، اول مره احس ان انا متجوز. الله، ايه الحلاوه دي؟ احنا اسره محترمه بقى. شايف؟ مش كده؟ اشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا استاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله، اخضر يانا اخضر يانا. لا مؤاخذة يا جماعه، والله ما انت قايم يا استاذ. اتفضل معانا الغدا. اتغديت كافيار وسمك مدخن واثنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل، ايه اللي مطلعك بالنهار؟ رسمت يا سيدي لوحه من اكبر لوحاتي ورايح ابيعها. اسمها ايه دي؟ عندما تاتي الخيول من المزرعه ظهرا في بقونه. دي اسمها كده؟ ايوه. شفتي؟ عندما تاتي الخيول، عندما تاتي الخيول. فين 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 بقونه بقى؟ استاذ احمد ايوه. لو لاحظت الحته دي بقونه. ايوه. ودي ظهرا والخيول، الخيول هنا بقى. يعني انت دلوقتي هتدفع الايجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح؟ لا والله ما افتكرش المره دي، اصل في التزامات مهمه اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك، هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت، بالظبط كده. سلام عليكم. كده احنا جربنا الراجل وضع عمره اتحرك برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزله بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حمايه؟ جايز جدا لو الامور مشيت زي ما انا عايزه. شوية مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على فازة كسرها. في فازة جديدة جوه في اوضة النوم. جديدة؟ جديدة. وانت خليت في عقل يا نوال؟ مش لاقي عقل. مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ انا ساكن معاك في نفس البيت في الدور الثاني. اهلا وسهلا. وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، محتاج اشوف ايه الحكايه. لا ما فيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه كده ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي قصدي السياسه بتاعتك، وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف. تبتدي الواحده تمر ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو عارفك هو سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لا مؤاخذه؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه ان الراجل لازم من اول يوم جواز يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهره شهره ولا راي يعلو على راي. الله اكبر الله اكبر. تضرب على وده على طول على طول تضرب تحترم نفسك. تضرب على نفسك. مفيش يا مرحبين. هو كده. على وده. مظبوط. يا سلام. سلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك. سليمان السبع. يا سلام. سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع. ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. ايوه. من ابور. ايوه.
انما من دلوقتي تقدر تقول عليا ابور الاسد، ابور الفيل، ابور الجامد قوي. السلام الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بحاسب واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين نصوان في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حبة دور. ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على ال عارفة ايه مخلص وهدوا الصوان ولحقت الأتوبيس. ايه؟ اسمع، مش عايزة اسمع صوتك أبدا. حاضر. اتغدى ونام هنا. والصباح رباح. حاضر. ولا أقول لك؟ ايه؟ نام بره أدبا ليك. حاضر. رجالة ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ إن ما كنت خليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان تقولوا بقى؟ الآن إيه؟ وأخرتها خير، أخرتها. كل اللي فات قلنا معلش، الجوع والفقر كان شدد علينا، إنما إيه اللي بنيله ده دلوقتي؟ الله، جرار يا شباب، أوعى تكون كرفت قلب الواد بدر، بتعقل أمال. أعقل إزاي بس؟ إزاي؟ أنت عارف أنت عامل فينا إيه دلوقتي؟ هيبت الدنيا علينا، دخلت لنا عيش التعبين برجلينا، تقدر تقول لي هتعمل إيه مع جوزها؟ هتكون عقلك واسع تقتله هو كمان. لا بدا كلام، انا هاخد منه شنطه الفلوس وهقول له بالف سلامه انت والمدام، بس اديني بقى كلمه شرف انك انت تسيبنا في حالنا. طبعا
انا لازم اخلص عليه. تبقى كلمتنا يا خير. اتفهم أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. عشان التانيين هنتقاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوسي تاني. الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا وواجب ان هو يدفع عشان حياه بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعه والبيع هيشرف بشنطته. لا، انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفايه لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوب في اي حته. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتجيبني يا خيري! اللي يخاف ملوش مكان بينا. تقوم تقتله! مالك كمان خايف؟ يلا قتلني! انت حاجة ثانية، ما تشبهش نفسك بيه. كنت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاتنين طلعنا من تحت الارض زي الدول. وعشناها بالطول والعرض. بس انا خلاص تعبت. انا بقيت اضعف من بدوي الف مره. وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس! حقنا رشاد. ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل ثلاثه. انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بصبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري. بس يا ويلك لو غدرت بيه. أنا في القبه. ازيك يا عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز اتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك. الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوة؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمة. بت مين؟ نعمة الرقاصة. ودي الاقيها فين؟ يا جماعه ما تخافش يا سحانه، انا عارف شكلها كويس. خدت عينك كويس. انا هخش عقد المايه جوه، وهي لو خرجت تقطرها تعرف هي راحت فين وتجيني. انا يا سحانه. مساء الخير يا فندم. عايز اجدع ترابيزه. لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اخسر معاهم. انا اسف وشرفت يا فندم.
نعمة. أنا شربني. علي أنا. خلي فين يا بنت؟ خلي فين؟ كل يوم كل يوم يا بدر. مزيكا. يا عسل يا عسل يا عسل. يا خير هجم عليا وانا برقص في المحل وراسه وقلب سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مرشال جاد. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح صباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع رجلك اشوف بنتي. يا خيريه اهمدي واخت الشيطان مفيش وقت. مستحيل لازم اشوف بنتي. يا خيريه البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. وايه طمني؟ مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخي طايح واسيبهم يقتلوها. ماليش دعوه، جايه معاك. رجع عيلك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف. ايوه عم. انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت وانا هنا كمان؟ من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحن ما تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوق هنا. ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم. ما هي لا مؤاخذة، الرحمة تجوز على الحي والميت. أنا خايفة يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك إيه، مش كنا قلنا لشريف حاجة؟ ما تجيبليش سيرة شريف، بتشائم. تأخرت ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شبطت فيا. خد منهم شنطة الفلوس وفتشها. موسى موسى انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل 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 كل اللي انت عايزه. اخيرا الله. هاتي دول. حاضر. يا حرامي يا حرامي يا موسى. انا مش عارف الجدع ده،
بتطلعني منين؟ وانت بتجيلي منين؟ انتوا ايه اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه لغايه بنتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد يا دلعتوا. حاضر. اي 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 حاسب يا شريف؟ معلش يا عبله استعملي شويه. اي أول مرة أحس فيها إنك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت أعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ اتجننتي؟ انتوا لابسين فيا حاجة ليه؟ ما تترسوا بأي حاجة لغاية البيت ما ترجع لكم. أرجوك يا حلا في البيت ما تسيبناش لوحدينا. يا ولية يا ولية سيبينا الله يخرب بيتك دوعته. يا شريف ميتين والله ما انا سائل فيكم خليكم مرزيين كده. شوية في المدام عن إذنك. لا لا شريف قدامي 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 ما تعطلنيش قدامي. بقول لك إيه؟ بقول لك قدامي وأنت ساكتة لحدفينك مطرح ما أنت واقفة. هنروح بيها على فين بقى؟ هنهرب بيها من الباب اللي وراني قدامي. على فين يا خيري؟ ناوي تهرب؟ عايز تغدر بيا أنا كمان وتسيبني القضايا؟ انا اغدر بيك يا رشاد؟ ده انت اخويا احنا الاثنين متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد انا اغدر بيك. ارمي السلاح يا ما تشاهد عليه. بقولك اقتله. ما ترمي هنا السلاح. هيا يا ابن المجنونه كان ممكن الرصاصه دي تيجي فيها تجيب اجلي. ما تخافش يا باشا انا كنت بطل معايا في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شويه. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجه. امشي نجرب. اسمع لف انت من هنا وانا هلف قبلك من الناحيه الثانيه وباخد بالك من نفسك مش كل مره ما الحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني. مش من هنا من هنا. قومي سيبني بقى. قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. انا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمه مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟
مقلوب وانتوا بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. اي حد هيتدب غلط عليه، مفهوم؟ محدش بيكرهك قد يا خيري. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا أباها. أنت ميت ميت يا خيري. لك ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزارة وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجة. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجة. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكم ليه؟ شوفوا خير. شريف شريف، تخبط على الحرامي ده، سرع مني شنطة الفلوس اللي كنت حافظي بيها عقدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته بعيني وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خبيها في بيتكم يا باشا في الحفظ والصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا. كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف، والضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا معرفش السكة كلمة قافلة يا باشا، هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك.
بتحبها، وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عرفك من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح حنفي عندك حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا، انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا، العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حلف. انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتك. بس بقول لك حنفي عنده حق، عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها، وتعالى اشوف لك هدم عليها لقيمة تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلو اشتكيت. ها لو اكون حد شاف عليك، انا مش عايز احرام. ايه اللي هتعمله ده؟ اشرب. انا عطشان، عايز شويه ميه. مش دي قله برضه؟ قله. انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بكتير، مش قله. بريزه كبيره؟ دي فازه سافر من القرن ال 18، تمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القله دي 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد البنات؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ عطشان. بقول لك بلاش بالله ريق. انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي، امال مالها لامي؟ طبعا يا زنوكو. يلا وراها مستني. طب تترزي هنا، ما تتحركش لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا سهير؟ سهير افتكر لينا يا سهير. ازاي حضرتك غلط؟ انا ما اسميش سهير. بس اتجننوا برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. لازم يبقى فيكم جاهز بعد نص ساعة. في شمبانيا ولا لا؟ هدي أعصابك يا خيرية، كل شيء من هداوة. يا ابني حبيبي، طب ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه نعم الله عليك؟ ايه نعم دي؟ بتشحن نفسك. اوعى. يلا امشي، انا اتجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. مين ده؟ احتمال يكون اخو خيرية اللي عايش في امريكا. ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. شرفناك بحضرتك. ايه لسته كده؟ اللي ماشيته كده يوديك لاين ده اللي ساعدنا. ما تشرفناش بحضرتك. حلفي. حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد.
متعهد؟ متعهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبله. شبعت من الكلام ده. ارجوك سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليك حبنا يا عبله. ما تحاولش تاثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقه الاذن تتخرم؟ دي مساله في منتهى الخطوره. الاذن اتخرم؟ ما انتوا حق عليك. ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت اي حاجه فيها تخرم بسهوله. ايه الاذن ده؟ ولا نسبه التلوث في القاهره اللي بقت 10 اضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها اي بني ادم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح ابو اتاتا. فين؟ ابو اتاتا ما فيهاش اذون. اذون اتخرم؟ لا يا ابن خالتي، مره اتخرم من الاذون كنا صغيرين. فكان ضرب يا عيني. كانت امه بقى مربيه اذون فوق السطوح. خرم هو الاذون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه من الشغل لقى الاذون مخروم. قال له علقه. تسمك يا عبله، انا بمر بظروف صعبه ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك، وانت السبب فيها. انا يا عبله؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجه يا عبله. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفه. وانا قلت لك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسله. عبله. انا بقول لكم كده. على العموم انا هبعت لكم عنواني، تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا رب بتاع الاذون انت. اتصرف الاذون. موسى. يا مدام مالك، حد كلمك؟ مش ممكن. مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بلتنيش يا موسى، ارجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وانا اقول لك. Thank you.
من القلب. ازاي؟ سيبها ماشي، دي ملهاش عاد. تعرفوا تعملوا كده؟ مجنون. هوبا اصحوا اللون، يلا ندشدش كم مليون، 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 يلا ندشدش كم مليون. ايه ده؟ مين؟ الو، ايوه انا شريف معاك. دعاء؟ لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحاله دي وينطبق عليها اوصاف البنت المخطوف، علشان كده بلغت سيادتك على طول. ظهر ان ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضيه دي. من بكره هكلف بيها ضابط تاني، ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. حنفي هرب. قاتل وضوع يابا، لو مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش بيصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها. ابوس ايدك يابا، قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها. حنفي الحق اخوك يا ابني، هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. اسمعني كويس يا باشا، قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني ما اكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك. لو تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم ضاع. ايه؟ هروح حاضر. ما تخليش الغضب يعمي عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه، في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران.
فعلا يا احمد. اركب. بقولك دول فين؟ اوعى يفلت من ايديكوا. وصلوا. شنطة. هشوف دوا على الأول. هتشوف لما تحصلها. أنا معاك، ما تخافش. انت رحت تصير يا احمد، انت صرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم اطمنكم. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسهيل أنت استهيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا ومرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبلة مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبلة، عبلة قدامك ساعه تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك
ومعاك الشنطه طبعا. ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطه الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطه فلوس فين؟ انت اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبله مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطه الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا. الله ايه ده انت وقفت ليه؟ هنتكلم. عندك مانع؟ نتكلم. الورق اللي معاه وبيلعب بينا بيها على مزاجه مولها ايه؟ انت مش اتقصت وعرفت مولها؟ انا مستني اعرف منك. مش فاهمه. لا فاهمه ومستني اسمعك. متهيالي مهما كلمت مش هتصدقني. بالعكس من مصلحتي ومصلحتك اني اصدقك. خلاص اسال وانا هجاوبك. سالتك يا ايه؟ والجواب كل حاجه كانت بينك وبينه صغيره قبل الكبيره. انت هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ انا خطيبك وهتجوزك. لسه ها ولغايه ما يبقى يا ريت نتعامل مع بعض في حدود الخطوبه وبس. وحرام عليا وحلال لابراهيم افندي بتاعك. دكتورة فتحية صالح حمودة أخصائية أمراض نساء ولادة. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. تعرفي السيدة أمينة سيد عبد الوهاب؟ أيوه. والأستاذ إبراهيم محمد شاهين؟ لا أنا عرفت الدكتورة فتحية من كلام أمينة عليها لما راحت تكشف عندها، لكن دي أول مرة أشوفها النهاردة. اتفضلي يا دكتورة قولي اللي تعرفيه. أمينة جات لي العيادة مرتين. المرة الأولى كان من حوالي 8 أشهر وكان اسمها في تذكرة الكشف سلمى عبد الله. وقتها قالت انها بتشتكي من افرازات خاصه، ولما كشفت عليها ما لقيتش اي افرازات، لكن لقيت غشاء بقرتها مفضوض والتهابات بسيطه. ومن كلامي معاها بعد الكشف ادركت انها جت مخصوص تكشف عشان الموضوع ده بالذات. والمره الثانيه اللي جاتني فيها كان من حوالي شهرين ونص تقريبا، والمره دي من غير كشف طلبت مني ان اعمل لها عمليه. عمليه ايه يا دكتور؟ عمليه في اعتقاد انها بترجع غشاء البقره لوضعه. كانت لوحدها؟ لا كان معاها واحده اعتقد انها صديقتها. رفضت طبعا لان العمليات اللي من النوع ده عمري ما فكرت اني امارسه، ونصحتها انها تحاول تلاقي حل تاني. ارجو السماح لي بسؤال الشاهد. اتفضل. كم حاله في اليوم بتيجي لحضرتك في العياده يا دكتور؟ صعب ان نحدد. يعني نقول المتوسط حوالي 6-7. نقول 6. العياده بتفتح كم يوم في الاسبوع؟ 5 ايام. الدكتوره بتشتغل في مستشفى الساحل. قلتي انك اول مره شفتي فيها امينه كان من 8 شهور، وبحسبه بسيطه يعني من 32 اسبوع، وبنفس الحسبه من 160 يوم. متوسط الحالات اللي بيجيلك في اليوم 6 حالات، يعني 960 حالة في 160 يوم، ده إلى جانب شغلك في المستشفى. السؤال يا دكتورة، هل من الطبيعي أنك تفضلي فاكرة أمينة كحالة مرت عليكي بعدها 960 حالة؟ أنا قلت أن أمينة جاتني مرتين، وأن المرة التانية من شهرين ونص، والمرة دي هي اللي فكرتني بنفسها، وفي المرتين دار بينا حوار طويل. يا ترى كل حالة بتجيلك بيدور بينك وبينها حوار طويل؟ طبعا لا، لأن أمينة تعتبر موقف مش حالة. اللي أعرفه يا دكتورة إن أي شيء بيخص المريض بيعتبر سر بيؤتمن عليه الطبيب المعالج. الدكتورة فتحية مطلوبة للشهادة يا أستاذ مهدي. ليه أمينة جات لك أنت بالذات وطلبت منك تعملي لها العملية؟ السؤال ده تسأله لأمينة. شريف
اللي اعرفه يعني انها كانت قصه حب قويه جدا بينهم، اتطورت يعني لا مؤاخذه للجنس. والله يعني كان ابراهيم كان باخد مني مفتاح الشقه عشان كمان انا يعني قاعد لوحدي عشان يتقابلوا فيها يعني. شفت ابراهيم في الشقه عندك مع امينه يا استاذ عزيز؟ على السلم. شفتهم كذا مره يعني، اكون انا نازل متاخر هم طالعين، او اكون انا طالع بدري يعني وهم نازلين. على افتراض ان كلامك سليم، انا حالي في مين ربنا؟ شفتهم وهم بيمارسوا الجنس مع بعض؟ ما تجيش يعني. ولما انت ما شفتهمش وهم بيمارسوا الجنس مع بعض يا استاذ عزيز، ليه حكمت وقلت ان قصه الحب اللي بينهم تطورت للجنس؟ مش القصد يعني، طب هم لا مؤاخذة يعني كانوا بيتقابلوا في الشقه ليه يعني؟ لعبوا كوتشينا؟ كده ليه يا ناهي؟ ما كانش راضي يخليني قلبي، انا جيت اسالني بعد ما نمت. يا نهار ربي عشان هينادوا على اسمك. يلا. علاقة حب انتهت لما ابراهيم طلب امينه للجواز واهلها ما رضيوش بيه. امينه جابت لك سيره جواز تم بينها وبين ابراهيم؟ ما حصلش. رحتي مع امينه عياده الدكتوره فتحيه صالح حموده وطلبت منها امينه قدامك انها تعمل لها العمليه؟ ما حصلش. والجواب مش انت اللي جبتيه لي؟ لا مش انا. ايه لسه المشوار طويل، ده انت هتشوفي منه ذل وبهدله ما شفتيهمش في حياتك لغايه لما تسلمي او تموتي بحسرتك. مش هسلم يا ابراهيم ومش هموت بحسرتي، ولو خيروني بينك وبين الموت اختار الموت لانه اكرمني ونعيش لحظه واحده مع واحد زيك. امين كلمي يا ابوك. ترى الهالم جهالي قرب الفجر تعمل ايه؟ عايز ايه من كل اللي بتعمله ده يا ابراهيم؟ عاوز تقوم تجريني في المحك وتفضحني وسط الناس، تمشي وتمشيني معاك في سكة خراب؟ ان شاء الله تكون سكة موت. ابراهيم حاول ترمي نفسك في حضن ربنا، يمكن يخلصك من الغل اللي انت فيه. انا مفيش جوايا غل ولا حاجة، انا بحبك وعاوزك. انا حسبته معاكي على حساب اي حاجه في الدنيا. يا ابراهيم انت كده بتخسرني. ما افتكرش اني هكسبك لما اسيبك لصلاح بتاعك وبتاع امك. يعني ايه؟ هتتجوزني بالعافيه؟ واحنا لسه هنتجوز؟ الدرجه دي وصلت بيك الوساخه؟ نصيبك معايا. ابراهيم ما تخلينيش اكرهك. اكرهيني لو عايزه، ما اقدرش احوشك. ابراهيم الجواز حاجه الحب حاجة تانية. عرف العواهر اللي زيك اللي عايشين حياتهم بالطول والعرض في الدرع، لحظة ما تقول يا جواز الحكاية بسيطة أوي، عملية ما تتكلفش ملاليم. ملاليم وشرفك يرجع لك كده بلاش. مش قبل ما أعرف اللي بينا ده كان إيه؟ حب ولا زنا ولا جواز ولا كان إيه؟
انت منك انا ايه؟ انا كنت بالنسبه لك ايه؟ قاعد تعال تجنني يا بكره الساعة 9 بالليل تكونوا في المطار. مع السلامة. قاعد بسمع غرمياتك على الكورنيش. واللي يشوفنا يقول بينا غراميات. لو تويتك بالموت الناس هتقول عليا راجل. طول عمري بشوفك غير اخواتك، حاجه قريبه مني دونا عنه. سبحان من مصبرني وانا قاعد بسمعك. عمرك شفتي اب وهو بيسمع بنته وهي بتقول له انا نمت مع فلان، مشيت مع فلان، انا وسخت شرفك ودفنتك بالحياه؟ انا لو مجنون وسمعت منك اللي سمعته كنت عقلت، لو عاقل كنت اتجننت. بالك الناس دي كلها بتقول عليا ايه انا وانتي دلوقتي؟ بتقول قاعدين نقول كلام حب لبعض. أنا وإنتي بنقول كلام حب لبعض. اشربي. اشربي. خايفة مني؟ اشربي. ما تخافيش. كده بقى خلينا نبص شوف رجلك لا يكون جرالها حاجة. بابا يا بنتي ما تخافيش مني، أنا ما أقدرش أذيكي. يا بنتي الناس رايحة جاية عايزة أقول للراجل إيه؟ خرب. بس يا بس 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 يا حبيبي. شوف حاجتك وراجعها وان شاء الله مش هتلاقي حاجه ناقصه. كلامك ده ولا كلام ابن اعتدال؟ الجواز اسمه نصيب يا ابني. نصيب عم سيد ولا كلام القطره صحيح؟ صحيح مش صحيح، ده حاجه تخصنا. سلام عليكم. مع السلامه ابو امينه. يلا مش مشكل. شوف يا ابني على بلاطه كده، انا امينه حكيت لي على كل حاجه حصلت بينك وبينها. أنا جاي لك عشان نتفاهم بعيد عن شغلانة المحاكم ودوختها، واللي أنت عايزه هيمشي. أنا مش عايز غير أمينة. استبينة، عايز أمينة تكتب عليها وتلغي القضية اللي أنت عاملها دي بمعرفتك. وخطبها؟ ما بقاش خطبها. على جثتي لو انت مخلفه منه عيال من حرام. اوعي إيه؟
كده تهزيني عشان مين؟ عشان جربوها زيك يا بنت الفاري؟ ابو سيدك يا حبيبي من حبيب لا حد. يا موتي يا موتك قبل ما اتجوزك. على كتاب الله وسنة رسوله. زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله. قول ورايا. قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. يا ماما اشتركوا